احنا في اول حلقه كنا سالنا الجمهور من وجهه نظره ايه اهم او افضل مباراه للاهلي الموسم ده في دوري ابطال افريقيا، واحنا عارفين ان البطوله دي مهمه وغاليه جدا على كل الاهلاويه في كل مكان. احنا باذن الله تعالى ناقص لنا ان شاء الله 3 ماتشات في البطوله دي، ماتش الذهاب قدام الترجي في تونس، وبعدين ماتش الاياب ان شاء الله في القاهره. ربنا يكرمنا يا رب بالتاهل ونلعب المباراه النهائيه في المغرب ايا كان مين الفريق اللي هنقابله، بس هو هيبقى الوداد لان كايزر تشيفز يعني ضعيف شويه. فهنشوف راي وتفاعل جمهور النادي الاهلي عن اهم مباراه كانت ايه. نبتدي باحمد سعيد الحلواني واللي قال مباراه الاهلي وصن داونز، ونتمنى من الاهلي الفوز باللقب الافريقي العاشر ان شاء الله العاشره بتوقيت الاهلي المصري باذن الله. ربنا يوفقكم يا رجالتنا، وزي ما عودتونا بالبطولات علشان احنا داخلين على اسبوعين من غير بطوله، احنا جعانين بطولات العاشره يا موسيماني في الجزيره. باذن الله يكونوا موفقين في البطوله ويفرحوا جمهور الاهلي كما هو المعتاد. والميزه في كلامه ان احنا ما بنشبعش بطولات، يعني ما بنستكفيش ابدا، يعني دي ميزه النادي الاهلي دائما وابدا. سعيد بيقول كل مباريات الاهلي، لان الاهلي البطوله دي بيمر بظروف صعبه بسبب الاصابات وضغط المباريات. فارس ابو العينين قال مباراه العوده مع فيتا كلوب كانت رائعه واظهرت شخصيه ومعدن لاعبي الاهلي، دي حقيقه. طيب كمان خلينا ناخد محمد مجاهد وقال مباراه العوده امام صن داونز ومباراه فيتا كلوب في الكونغو. اخر تعليق حماده احمد قال افضل مباراه من ناحيه الاداء والنتيجه مباراه فيتا كلوب هناك في الكونغو اللي فزنا فيها 3-0. يعني مباريات كتير النادي الاهلي تالق فيها وحقق المطلوب حتى لو مش باداء جيد، لكن الاهم دايما بتبقى النتيجه عشان تحقق اهدافك المختلفه. ده كان تفاعل جمهور النادي الاهلي على سؤال حلقه النهارده من الترند. دي كمان كانت حلقتنا ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.